الناخب الوطني اليوم في لقائهم بالنسبة للمنتخب على درب الاستعداد للمونديال. على دكة البدلاء الاحتياطيون أيمن المثلوثي وفاروق بن نصف زوز حراس احتياطيين، بقية الأسماء رامي البدوي، صابر خليفة، أحمد خليل، وأيضا بقية الأسماء أسامة الحدادي، محمد أمين بن عمر، وائل العريبي، حمدي نجاز، بسام السرارفي، يوهان بن علوان وغيران الشعلالي. هذه المباراة في إطارها ملعب جنيف لحظات، وتنطلق هذه المباراة لقاء دول الودي الإعدادي بين تونس وتركيا في جنيف في طقس 20 درجة حرارة بحضور 14,000 متفرج، وانطلاق المباراة في هذه اللحظة. انطلقت المباراة والكرة للمنتخب التركي، أكيد المنتخب الوطني التونسي بعد فوز هام في المباريات الودية ضد كوستاريكا، ضد إيران، والتعادل ضد بطل أوروبا البرتغال 2-2. اليوم الأخير ضد العملاق الماتادور الإسباني. ترجع كرة المنتخب التونسي في بناء هجمة جديدة، المنتخب طويلة، فخر الدين بن يوسف الروج في محاولة أخيرة، الروج يحاول المرور لكن التغطية موجودة من سيون سو في المحور الدفاع الثنائي مع أوكاي في محور دفاع المنتخب التركي. ضغط بلمسة واحدة به المحاولة من روج، الروج يفتح نحو الجهة اليسرى والمحاولة التوزيع حول التمرير ثم التوزيع حذري والتسديد، ومعز حسن يتصدى، معز حسن يتصدى المطالبة بتسلل لكن ربما لن يكون جاهز إلى حد الآن. وكرة خطيرة، ضرب الجزاء، سيد الحكم، سيد الحكم، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء في دايسان. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قريب من العملية، يأمر بمواصلة اللعب، غريبة جدا، غريبة جدا. سنعيد المشاهدة بالتأكيد، والتسديدة بعيدة، والتسديدة بعيدة، سنعيد المشاهدة بالتأكيد لبيب، يعني فما جذب واضحة في منطقة الجزاء، ما تستحقش اجتهاد كبير سيد الحكم. هذه كرة من بدري، المحاولة يمكن اعتبارها حتى خارج منطقة الجزاء، لكن المخالفة موجودة، لكن هو ما زفر شيء لا لداخل لا لبرا بالنسبة للسويسري في دايسان. قلت لبيب يعني كان يحكي زميل محمد علي بوزقرو على عين المكان. فخر الدين بن يوسف لديلو، والكورة والمخالفة، المخالفة ضد المنتخب التركي، والمساعد الأول أنا هو اللي أشار بالراية، والمخالفة ضد المنتخب كانت إيران الشمالية، وكانت 0-0. وهذه كورة معز حسن، ممتاز معز حسن، برافو معز حسن أمام جين غيس أوندر. بدينا نتحسن شوية في نطق الأسماء التركية. رمزي، وكرة للمنتخب الوطني التونسي، تنفك مرة أخرى، بداية شوط ثاني قوية للمنتخب التركي، وتخرج الكرة في التماس للمنتخب التركي. خطير المنتخب التركي مع بداية الشوط الثاني، وهذه العملية وتدخل الممتاز من معز حسن، ثابت اليوم في تدخلاته. معز حسن ممكن أفضل وأحسن من المستوى اللي قدمه في المباراة الأولى ضد البرتغال، أحكي عن المباراة الأولى بعد وقف ونهاية الموسم الكروي في تونس. هذا التغيير، سيف الدين الخاوي يخرج ويأخذ مكانه محمد أمين بن عمر العائد من إصابة، محمد أمين بن عمر اللي بعد مباراة إيران والإصابة لم يشارك مع المنتخب الوطني التونسي. بنحكم على هذه العملية لأنه توجه للكرة ياسر الصغيري، ما مشاش لرجل قمل، هذا ممكن زاد الكرة تجاوزت الخط النهائي للميدان، مشى للكرة ياسر الصغيري، ضربة جزاء أقول تقريبا تمويهية ولا خيالية للمنتخب التركي. شوفوا الصوره من الزاويه، يعني هذه رمزي الكرات اللي اوضح ما زفرهمش وزفر هذه الكره للياس، مشى للكره جانك توزون في التنفيذ، يتقدم ويسج افتتاح النتيجه للمنتخب التركي بهديه من الحكم السويسري في الدقيقه 54. 1-0 توزون اللي سجل ثنائيه ضد المنتخب الايراني، يسجل الهدف الاول ضد المنتخب الوطني التونسي بضربه جزاء بعد تدخل نقول على الكره من الياس الصغيري، والحكم السويسري سان فيداي تابع الاعاده لعمليه تنفيذ ضربه الجزاء، والحارس معز حسن على اليسار، الكره على اليمين، هدف اول للمنتخب التركي، هدف اول للمنتخب التركي كما قلنا بضربه جزاء تبدو خياليه، باش نخليو الامور ديما للفنيين ومحد الحكيجه. كنا منهزمين ضد غينا
1 بلاش ربحنا 4-1، كنا من هزمين مع الكونغو الديمقراطية 2 بلاش وتعادلنا 2-2، ومع البرتغال كنا خاسرين. وهذه تسويبة هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي، ولا أجمل ولا أروع من هذه التسويبة، تسديدة أنيس البدري. أنيس البدري ممتاز يا أنيس، ممتاز يا أنيس، حبيناه يكون بكري هدف أنيس البدري، ولكن جاء في التوقيت المناسب. نتابع الإعادة، وهذه التمهيد، هذا التمهيد بالرأس ثم التصويب كما جاء من أنيس البدري، ممتاز التصويبة والتسديدة من أنيس البدري باليمنى ساحقة في الشباك التركية، لا شافها ولا شاهدها الحارس التركي سيركان. تسكن الكرة في شباك المنتخب التركي. كنت أتحدث عن العودة السريعة، حصلت معها المناوشة مع هدف إيفرتون بطبيعة الحال، ربما يسمعش كلمة الله أعلم، المهم أنه مناوشة وخرج من الميدان ومشى للجمهور. الهدف تشيك توزون. على كل حال ستعود الأمور إلى نصابها في ملعب جنيف، 14,000 متفرج في هذا الملعب الأنيق، كما قلت ملعب سبق وان احتضن عديد المباريات في اليورو، ايضا تلعبوا فيه لقاءات اخرى بالنسبه لمباريات دوليه وديه. هذا جانب من الجماهير التركيه. ضليحة زلابيا موجوده في تركيا، هكا لبيب موجوده في المدرجات التركيه، قاعد نشوفها. طبعا اجواء رمضانيه رائقه، الجاليه التونسيه بالتاكيد تتابع المباراه، قرب برشا من جنيف بالتاكيد يتابعوا المنتخب وتحولوا لمسانده المنتخب، واللي بعاد على جنيف يتابعون على الوطنيه الاولى كما عودتكم دائما التلفزه الوطنيه داخل تونس وخارجها لكل الجماهير التونسيه. طبعا الناقل الحصري لاستحقاقات المنتخب الوطني التونسي ومباريات الوديه على درب المونديال. هذا الهدف التركي ما نعرفش به توزون تانك، ما حبش يرجع للمباراه، ما نعرفش ليسار. على كل حال الحكم ربما يطرده باش يخرج له ورقه، لا ندري ماذا حصل، لكن المناوشه واضحه حصلت بين تشينك توزون وبعض الجماهير التركيه. قاد المنتخب التركي يغادر الميدان، يغادر الميدان ببطاقه حمراء، يخرج والكابيتانا مازالت في يده. تشينك توزون لعب ايفرتون، هذا شنو صار، هذا شنو صار، ونتابعوا العمليه والحمراء، والحمراء اعطاه له الحكم بعد ما احكام على الجمهور التركي. اللاعب الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي، مباغة كرة الفرجاني ساسي، تبعها الحارس، تبعها الحارس، القاها في الشبكة، 2-1 للمنتخب الوطني التونسي. الفرجاني يحقق الأماني، الفرجاني يحقق الأماني، يضيف الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي. حتى أنا غلطني، لم أتفاعل من البداية مع هدف المنتخب الوطني التونسي. شاهدوا العملية، الترويض بين بسام والفرجاني، اتغالت الدفاع والحارس، نعاود ونشاهدوا العملية، يروض بزدر ثم يمهد يستقبل الفرجاني، ومن بعد تسديدة ولا تمريرة، المهم أن الكرة كانت في الشباك، اصطدمت بالقائم ولجت الشباك. 2-1 للمنتخب الوطني التونسي بعد مرور 80 دقيقة لعب. في التعادل لتشيرلار، تشيرلار يسجل هدف التعادل في الدقيقة 89، المدافع لعب المحور في الكرة الثابتة، التنفيذ كان بصفة مباغتة في ظهر المدافعين، وكرة على مستوى القائمة الثاني، تغالط الحارس معز حسن، واجتياح للميدان من الجماهير التركية، نهاية غير منتظرة لهذه المباراة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. نتابع العملية، التوزيع وهدف التعادل، كرم حمدي النجاز وسيم بن يوسف، اللاعب تشيرلار مرت أمام الجميع وبهتة دفاعية بعد التنفيذ، تنفيذ المخالفة من يونس مالية اللاعب البديل، يوزع كرة تجاوزت المدافعين ووصلت
لتشيرلار يسجل الهدف الثاني. اكيد امام بهته دفاعيه رمزي هذه الهفوات اللي تحدثنا عليها، هذه اللقطات اللي يلزم المدرب الوطني والاطار الفني للمنتخب الوطني يركز عليهم في الايام القادمه. صعيب نعرف انه المده قصيره، ولكن فما خلل واضح في المنظومه الدفاعيه للمنتخب الوطني التونسي. فما خلل في المنظومه الدفاعيه وفما خلل ايضا في المنظومه الامنيه في ملعب سويسرا. يعني اختلط الحابل بالنابل على ملعب جنيف. الجماهير التركيه هبطت للميدان، حتى لاعبي المنتخب دخلوا الحجرات الملابس طبعا خوفا من اي رده فعل او مناوشات. يعني المباراه باش تشوفها قبل وقتها تقريبا بهدف المنتخب التركي. هبطت الجماهير التركيه لتحتفل على طريقتها بهذا الهدف اللي يقولوا غير مقبول امام منتخب يلعب بنقص عددي، نقبلوا هدف في اللحظات هذيك وبالطريقه هذيك. على كل حال هو درس يكون في قدم، لكن في دقائق والنظاف هبطوا احتفلوا شعلوا شويه شماريخ. على كل حال هي مخلطه الجماهير، فما جماهير تركيه وفما جماهير تونسيه ربما، لكن المهم ان المباراه وفات وانتهت قبل نهايتها بتعادل 2-2 للتاريخ بين تركيا وتونس في ملعب جنيف. 2-2 بين المنتخبين التركي والتونسي، ثنائيه المنتخب حمل توقيع انيس البدري والفرجاني ساسي. هذه المباراه بالارقام والاحصائيات هكذا نصل الى ختام هذا